أنت لازم تفكر بصحتك. أنا صحتي كتير منيحة يا بنتي، بعدين افهمي علي، هي كلها أملاكي أنا وما حدا له دخل فيني. بس يا جدو، كل شهر رح تدفعي لي أجار و20% من الأرباح، نحن صرنا شركة، بس هالمرة عن جد. وأنا كمان رح تتحقق أمنيتي يا بنتي، رح ينباع الحلو التقليدي بواحد من محلاتي بالسوق، وأنا أخذ بعين الاعتبار عزة نفسك، لهيك قدمت لك هذا العرض. هو مربح بالنسبة إلي، وأنت يا بنتي رح تضلي حدي. جدو، أنا متأكد رح تقدري توحدي هي العيلة إذا ضليتي قاعدي عنا، لأنه إذا ما اتحدوا سوا آخ أكيد أنا بوقتها رح موت. جدو، هو وثق فيك يا بنتي، لا تخليه يزعل منك، خلص لا ترفضي. أنا ممكن موت بس ما رح خلي جدي يزعل. خلص أنا موافقة على كل شيء، رح أدفع 6000 كأجار و4000 لأمي كمصروف أكل، ولسه رح أدفع مبلغ للمحل. ولادك مانن معك بقرارك يا أبي، أنت ليش بدك تضايقنا؟ وقت فكرت تقنع شوبام يترك ميتاي بليلة العرس مشان تنكسر، اجيت لحتى تسألني؟ أبي نحن عم نشتغل بالمحل ليل نهار، وبهي الطريقة صار عنا محلات، ولهيك صار إلنا سمعة بالسوق. وقت اللي خلطوا الحنة تبع ميتاي ما اهتميت بالسمعة تبعنا. أنت ليش بتضل ساكت لون هيك؟ احكي يا رجال، صرخ على الكل، دافع عن حقك. عمي، يلي رح تعمله ما أنه صحيح. عمي أنا بدي أقول إنه لا توثق كتير بهي البنت اللي اسمها ميتاي. أبي هذا البيت لألنا والمحلات لألنا، وقبل اتخاذ أي قرار لازم تناقشوا معنا نحن. أمي أنتي طولي بالك، هو بيعمل كل شيء. العالم اللي ما عجبهم قراري فيهم يعملوا اللي بدهم اياه، قراري ما رح يتغير. بس عمي هلا بعد ما عطيت المحل لها انت لازم تقسم الورثه كامله. بس وهيك كل واحد فينا بيعرف شو يلي له وشو يلي عليه.